كل الإعلام يا أحمد فواز، صعدنا من ملعب المجد محافظة البحيرة النهاردة. يكون معانا الكابتن مسعد. أهلا بك الله يخليك ابو الكباتن كابتن اسلام. طبعا انت حضرتك مشرفنا منورنا انت والكابتن احمد والكابتن جمال وكل الساده الحاضرين مع حضرتك ان شاء الله. عايزين نعرف بقى رايك في اليوم الرياضي النهارده. والله في البدايه كده احنا بنشكر الكابتن زيدان طبعا اللي هو رائد المهرجان ده مع الكابتن محمود المزين صاحب الملعب اولاد مهدي، ويوم جميل وشفنا ناس جميله وشفنا ناس محترمه وشفنا انت شفت ناس انا نفسي شفت ناس كانوا معايا في دمنهور حكام زي الكابتن هاني السوداني والكابتن محمد فوزي والكابتن هاني حميد ما شفتهمش من فتره. فيوم جميل والكابتن زيدان طبيعي بيعمل حاجات جميله وحاجات محترمه، وربنا ان شاء الله يوفقنا النهارده ويكون يوم جميل ان شاء الله. انا بحضرتك كان احنا الاول بس نحب نشكر الكابتن محمود المهدي والكابتن زيزو على حسن الضيافه، واحنا هنا بين اشقائنا وسعداء جدا بالمهرجان الكبير اللي معمول دوت، وان شاء الله يكون يوم جميل ونرد لهم الزياره دي ان شاء الله في اقرب وقت في السويس باذن الله، ونتمنى تكون مباراه قويه وتنول اعجاب الجميع ان شاء الله. احكي لنا بقى طبعا للجماهير واللاعبين الجدد تاريخ الكابتن طارق موسى مع منتخب السويس. والله انا كنت بلعب في نادي السويس، كنت بلعب مدافع في عصر النجوم الكبار ناصر الجبروني وطارق زوز وميمي فريد ومجدي فريد ومصطفى زكريا، كل دي نخبه كبيره من قدام لاعبي السويس، واحنا النهارده جايين برضو معانا لعيبه زي الكابتن سعد والكابتن مصطفى زكريا والكابتن صالح احمد والكابتن عظيمه، كلهم نخبه كويسه هتتروج، كابتن باسم الفاوي، وكلهم ان شاء الله يبقى يوم جميل كده مع بعض والجماهير تنبسط ان شاء الله. محمود المهدي المزين. كابتن محمود بقى احكي لنا على يوم الرياضه النهارده. والله هو احد الايام اللي احنا بننتظرها، طبعا احنا متعودين كل فتره كده نعمل لقاءات زي دي نجمع فيها معظم النجوم، فشرفنا النهارده للزايد على المهرجان بتاع النهارده ان مشرفنا قدامى نجوم السويس الناس الجميله كابتن طارق وكابتن مصطفى زكريا وكابتن احمد صالح وكابتن عصام، كلهم ناس نجوم طبعا وكانوا من نجوم نادي السويس في التسعينات، واحنا سعداء بيهم طبعا، بجوار طبعا نجوم البحيره الكابتن محمد فوزي يعني شيخ المدربين، كابتن هاني السوداني، كابتن هاني حميد المحاضر باتحاد الكره، ومعظم النجوم اللي موجوده حوالينا طبعا الاستاذ رزق عبد الونيس مدير اداره الرحمنيه لاداره الشباب، وسعداء جدا بوجودهم طبعا في وجود معالي المستشار محمود عبد المجيد الصديق الحميد. جميل الاعلامي احمد فواز، يسعدنا يكون معانا من ملعب المجد شيخ المدربين وشيخ اللاعبين كابتن محمد فوزي، واهلا بك كابتن. اهلا بك يا كابتن واهلا بكم جميعا ومنورين، وانا برحب بيكم طبعا، انا برحب بيكم وارحب بالكابتن احمد وبيك. ايه رايك في اليوم الرياضي الجميل اللي جمع النجوم النهارده؟ والله حاجه جميله. الكابتن انا طبعا بشكر الكابتن محمود المهدي على الدعوه الكريمه ديت، والكابتن زيدان ابو اسماعيل، وانا طبعا بيشرفني ان انا في وسط ناس اخواتنا وحبايبنا وكوكبه جميله من الرياضيين، وطبعا بنرحب بالاخوه السويسه، وحاجه جميله جدا يعني انا مبسوط منها يعني. يا كابتن سلام، واهلا بيكم في محافظه البحيره، وربنا يكرم كده ان شاء الله وتكون لقاء جميل مع اهالي شبراقيط والرحمنيه واهل البحيره كلها ولاعيبه السويس طبعا اللي قدام. الحمد لله انا لاعب نادي العاب دمنهور، صعدت مع فرقه العاب دمنهور موسم 91 92، ولعبنا موسم 93 94 دوري ممتاز مع نادي العاب دمنهور. الجيل كان معانا كمال فريد وشريف مرحوم شريف عبد الرازق ومحمد عبد السلام ومحمد الغندور والجيل وابو العلا وعبد المقصود ابو العلا، وكان مدربنا الكابتن حسين الكومي. وبعد ما خلصت طبعا لعب وكده، المهم مسكت في نادي العاب دمنهور، تدرجت في المراحل طبعا الناشئين، وسافرت السعوديه مسكت في نادي التسامح ونادي الصقر ونادي الرائد وفي نادي ويج في الطايف ونادي القوس برضو في الطايف، وبعدين جيت هنا مسكت مع الدكتور احمد عاشور، كنا ماسكين فرقه الفريق الاول الموسم قبل الماضي، الفريق الاول مدرب عام مع الدكتور احمد عاشور فريق دمنهور، والموسم الحالي انا مسؤول عن فريق 99 2000 في النادي، وبس طبعا الاسبوع اللي فات حصل عندنا موضوع كورونا وكده الفريق الاول، فحوالي 6 لعيبه والجهاز الفني كله بالكامل كورونا، فطبعا كلفنا ان احنا نبقى مسؤولين عن الفريق الاول الاسبوع الماضي.
فطبعا باستمرار طبعا معانا ايه الكابتن محمد فايز، طبعا ربنا يشفيه ويشفي الجهاز كله، كان بتواصل معاه وكده، وادينا مباراة امس ان احنا خسرنا من ابو قير على ملعبنا، بس طبعا عندنا نقص كتير، وكان طبعا كل يعني كل اللي احنا عملناه كان بتعليمات من الكابتن ايه من الكابتن محمد فايز. كابتن اسلام الله يخليك يا رب. هو كابتن احمد منور ملعب المجد النهارده، واحكي لنا بقى على المجد واليوم النهارده. الناس الكابتن مفيد والكابتن محمود المهدي دول من الناس المحترمه والناس اللي يشرفوا اي مكان يعني، وشرفين مكانهم، واحنا بنشكرهم على الاستقبال الجميل لخدامى البحيره وخدامى السويس، فاحنا نشكرهم ونشكر طبعا وجود حضراتكم ونورتونا وشرفتونا في الرحمنيه وفي شبرخيت. الله يخليك. الله يخليك. اخر بقى استعداد نادي الماكسيم للدوري ان شاء الله. كل حاليا دلوقتي احنا عملنا حوالي 7 ماتشات وديه مع مياه البحيره ومع ايتاي البارود ومع نادي العبور في اسكندريه ومع رشيد ومع شبرخيت، وعاملين ماتشات وديه كويسه، وان شاء الله ممكن يوم السبت نكون نلعب الزرقاء ان شاء الله. مع سعادتك يا فندم شرفتونا في محافظه البحيره وشرفتونا في قريه المجد. اولا مبروك على عدويه مجلس الشعب ومصداقيه الاهالي معاك، وتحكي لنا على اليوم الرياضي النهارده في قريه المجد. والله انت يعني شرفتونا النهارده في قريه المجد، طبعا عزبه المجد شرفتونا فيها ونورتونا، والناس الضيوف طبعا كلك شرفونا النهارده. والله هو يوم رياضي النهارده، يوم جميل جدا جدا، وكان لي الشرف ان احضر معاهم النهارده هنا من قدامى لاعبي كره القدم في محافظه البحيره وقدامى لاعبي كره القدم بمحافظه السويس. عزبه المجد النهارده في قمه مجدها في حضور الساده الضيوف يعني، واحنا تحت امركم وسنكم في اي حاجه لو شرفتونا النهارده يعني. احنا بنوعد الشباب طبعا في محافظه البحيره وخاصه عزبه المجد، اذا كان لهم اي متطلبات رياضيه احنا تحت امرهم وسنهم في اي حاجه، لان احنا داعمين للشباب وده توجه الدوله، واحنا تحت الامر باذن وخدامينهم، واحنا نفسنا ان يكون عزبه المجد يطلع منها شباب صاعد نفس بينهج نفس النهج دهوت، ويتكرر مع الزمن ومع الوقت ان يكون من اهل القريه من هنا لاعبين مميزين ممتازين يشرفونا في مصر ويشرفونا يمكن على مستوى العالم كله ان شاء الله باذن الله تعالى. طلبينا زميل الاعلامي احمد فواز من ملعب المجد النهارده قريه المجد، سعدنا يكون معنا عضو مجلس الشعب الاستاذ هشام الجهلي. اهلا فيكم. اهلا وسهلا يا فندم، نورتوا الدنيا كلها. نورك. عايز نتكلمنا بقى اولا الف مبروك على الانتخابات، كلمة توجهها لأهل المجد وتكلمنا عن اليوم الرياضي النهارده. ربنا يبارك في عمرك، ولما اقول لاهالي المجد هقول لاهالي المجد اولا، وهقول لاهالي مركز الرحمنيه ثم الدائره الرابعه كلها، ربنا ما يحرمني منكم، والف شكر لحضراتكم جميعا، انصفتموني وكنتوا في ظهري سند بعد ربنا سبحانه وتعالى، ووقوفكم جنبي ده جميل كبير وديم في عنقي، اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنهم يا رب. بالنسبه لليوم الرياضي النهارده انا شايف بسم الله ما شاء الله حاجه جميله، ومجموعه من الشباب المتميزه، حتى انا شايف النائب بلال برضه بيلعب ضربات جزاء بيسخن مع مجموعه الشباب. في الفتره الجايه ان شاء الله احنا خطتنا وبرنامجنا كله ومعظمه منصب على الشباب، بنقول ان هم دول وقود الحياه السياسيه في مصر، دول سواعد مصر، دول بنات مصر الحديثه، لازم نبقى في ظهرهم ولازم نبقى واقفين معاهم، بنحاول ان احنا ندعمهم بكل الطرق. لما يبقى في يوم رياضي جميل زي ده في اي مكان في الدايره بنحاول نتواصل، على الرغم ان احنا لسه مخلصين انتخاباتنا تقريبا من اسبوعين، ولكن لابد ان احنا نكونوا متواجدين مع الناس دي، يحسوا تواصلنا معاهم، يحسوا ان احنا موجودين معاهم زي ما كانوا موجودين معانا في الانتخابات، ونأمل يا رب في اللي جاي يبقى فيه اكبر دعم ليهم ان شاء الله. ورجعنا لكم مرة أخرى. طبعا ده كان تقرير عن مباراة قدام اللاعبين بين منتخبي المنتخب السويس ومنتخب البحيرة، والذي فاز فيه منتخب البحيرة بخمسة أهداف مقابل 4. طبعا مباراة جيدة بين القدامى مدربين ولاعبين، حاجة كويسة، حاجة مفرحة، بقيادة طبعا الكابتن زيدان أبو اسماعيل والمستشار محمود عبد المجيد وطبعا نواب مجلس الدايرة، دي حاجة جميلة ولفتة طيبة من اللاعبين القدامى. طبعا انضم إلي في الفقرة الثانية الكابتن محمد أدري المدير الفني بنادي المكسب السكندري لمواليد 2007. أهلا وسهلا كابتن محمد. أهلا بيك. بركة منورنا. كله تمام والله. اسكندرية عاملة إيه بقى؟ هي تمام الحمد لله. كله تمام.
طبعا في البدايه عايز اتكلم عن نادي الماكس طبعا وقطاع مستحدث او الموسم هذا الموسم طبعا وفريق 2007 طبعا هو المميز بين فرق القطاع وطبعا نتائجه المبشره ونتائجه الجيده بعد فوزه على نادي الاولمبي ونادي اصحاب الجياد ونادي الكنوز ونادي الزرق يعني عامل نتائج طيبه ومجموعه لاعبين هايلين ومجموعه كويسه. عايز اتكلم كده عن الفريق كابتن محمد. والله كابتن هو الفريق كان حاجه كويسه اللي هو اصلا بقاله فتره بيلعب مع بعض وبعدين الناس اللي احنا عملنا لهم اختبارات عندنا في بشير الخير تجانسوا مع التمرين على ملعب الجيش في بشير الخير تمام تجانسوا مع اللعيبه القدامى وبدانا نعمل لهم معسكر في شهر 7 تمام واول مواجهه كانت مواجهنا هناك كان في نادي في استاد بلطيم تمام كان بيلعبوا نادي بلطيم وفازوا عليهم برضه بنتيجه 2-0 وان شاء الله يعني السنه دي نعمله حاجه كويسه مع الفريق ده لان هو فريق على اعلى مستوى لعيبه على اعلى مستوى بيلعبوا 11 وهم لسه اصلا السنه دي مش هيلعبوا المفروض بيلعبوا سباعي فدي كانت تمهيد السنه دي هي بالنسبه لهم حاجه كويسه السنه دي اللي داخلين دوري 11 وهيلعبوا فرق كبيره اتحاد اولمبي في المرحله الثانيه اذا صعد تمام قول لي طب يا كابتن محمد كده بالنسبه لهذا الفريق عايز ابرز العناصر وابرز الاسماء في هذا الفريق. والله كابتن هو عندي الفرقه اصلا المجموعتين مجموعه كويسه عندي اللاعب توفيق وعندي اللاعب عبد الله سماره وعندي اللاعب محمود وعندي اللاعب محمود البرنس تمام. وعندي الشاذلي وعندي عاشور وعندي شريف شريف مرزوق وعندي عبد الله سماره وعبد الله سماره توفيق لعيبه كويسه قوي وتوفيق وعبد الرحمن وزيزو زين لعيب جامد لعيب حكايه رمانه طبعا هو رمانه اوعى تنسى رمانه لا مجموعه صراحه مجموعه كويسه طب قول لي كده بالنسبه للفريق يعني على تم سرد الدوري اللي هيبدا ان شاء الله الاسبوع المقبل والله كابتن احنا بنحضره احنا اخر ماتش كنا بنلعبوه كان نادي اصحاب الجياد وعملنا ماتش كويس قوي كسبنا فيه بنتيجه 3-0 3-1 قصدي ومع ان كنا بنلعبه سن اكبر من سننا بس الحمد لله زي ما قلت لحضرتك اللعيبه على اعلى مستوى اللعيبه متجانسه مع بعضيها واحسن حاجه في الفرقه دي اللي هم حابين بعض تمام فالحب بتاع الفرقه اصلا عامه ولمدربهم وللقطاع كله مخلي الناس دي نمبر واحد يعني في حب وفي تعاون بين الفرق وبين المدربين قول لي كده كابتن محمد بالنسبه لبدايه الدوري ان شاء الله يعني خلاص وقفت على التشكيل الاساسي كابتن ان شاء الله هو لو حضرتك عايز التشكيل دلوقتي ممكن اقوله لحضرتك على طول كده طبعا كابتن طب قبل ما نتكلم عن الفريق 2007 معايا الكابتن زيدان ابو اسماعيل المشرف العام على طبعا على المهرجان او اليوم الرياضي الجميل بين قدام اللاعبين بين منتخبي السويس ومنتخب البحيره اهلا وسهلا كابتن زيدان اهلا بك كابتن احمد تحياتي لك وتحياتي للكابتن محمد اخبارك ايه تمام والله الحمد لله نحمد الله ونشكره الحمد لله والله يا لفته جميله طبعا الجمع بين القدامى الرياضيين في محافظه البحيره وابناء السويس طبعا وكان مباراه لائقه ومباراه قيمه طبعا انت فكره التجمع اللاعبين القدامى ديت يا كابتن زيدان كلمنا كده عن هذه الفكره الشيقه الفكره دي جت لي من سنتين كنت بجمع دايما بعمل مش اول مهرجان اعمله ممكن المهرجان الثالث او السابع نعملوه طبعا النهارده كان عملناه قبل كده كان حضور كابتن هاني العقبي نجم الاهلي تمام وكابتن سبا عبد الرحمن وكابتن كمال فريد لكن المهدي مع الكابتن محمود المهدي علمة المجد وجبنا حضور نجوم السويس اللي كانوا بيلعبوا في نادي منتخب السويس وبعض نجوم البحيره زي الكابتن محمد فوزي والكابتن هاني السوداني والكابتن هاني حميد وبعض النجوم الموجودين في شبراخيت زي زيزو ابو شلوع زي الكابتن محمود المهدي زي مفيد زي المستشار محمود عبد المجيد كلهم نجوم بيلعبوا كانوا بيلعبوا في الانديه سواء الدرجه الثالثه او الثانيه او الممتاز. كابتن اتفضل وحضرتك طبعا كنت نجم المباراه وبحضور الهدف السادس للمباراه حبيبي في طب ماتش جاي ولا ايه
في ماتش تاني؟ في بدل ان شاء الله، في مكافاه ان شاء الله، مكافاه كويسه جدا ان شاء الله. ماشي كابتن زيدان، المهرجان اللي جاي جديد ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. شكرا جزيلا كابتن زيدان ابو اسماعيل، طبعا عمل جيد وعمل كويس جدا بين منتخبي اللاعبين القدامى بين المحافظات، حاجة كويسة ولفتة كويسة طبعا بتلم شمل المدربين القدامى. طبعا كابتن محمد، بالنسبة لفريق 2007 بنادي المكسس السكندري المستحدث حديثا، كلمني كده عن أبرز اللاعبين احنا اتكلمنا عليهم، الوقوف على مستوى اللاعبين، خلاص وقفت على مستوى اللاعبين. تمام جاهز لبداية الدورة إن شاء الله؟ إن شاء الله. عايزين اقول اسكندريه بقى عشان فريق صراحه كويس جدا 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 صراحه. انا زي ما قلت لحضرتك، هي الفرقه مع بعضيها متجانسه، وبعدين الحاجه الكويسه اللي فيهم اللي هم بقى لهم كذا سنه مع بعضيهم، فحتى الناس الجديده اللي جايه علينا تجانسوا معاهم. تمام. وتمام، احنا دلوقتي وقفنا ثبتنا على التشكيله بتاعتنا، وان شاء الله يعني مع بدايه الدوري ان شاء الله نجيبوا مركز اول يعني ان شاء الله. يا ريت لو في صور اللاعبين وصور كده الاسبوع نعرضها سريعا. كابتن محمد، كلمنا برضو عن الدوري، طبعا الدوري على كذا مرحلة ولا مرحلة واحدة ولا مرحلتين؟ هو الدوري هيتلعب من دور واحد. تمام. ومجموعة ألف وبه. طيب ديت صور اللاعب يوسف حسنين نجم نادي الإسماعيلي مواليد 2000، انضم حديثا لنادي الزرق الرياضي، من اللاعبين المميزين، ابن من أبناء نادي الإسماعيلي الفاكهة المصرية. الكابتن احمد شعبان طبعا مدرب وادي دجله السابق ومنظم دوره الموهوبين للبراعم ان شاء الله التي ستبدا يوم الجمعه القادم باذن الله. طبعا ده فريق نادي المكس طبعا السكندري مواليد 2007، فريق جيد جدا بالرغم تصعيد لاعبين زي رمانه مواليد 2009. الكابتن طبعا احمد دودار والكابتن أسامة حسن طبعا مديري قطاع نادي أزار الرياضي، ده برضو فريق نادي المكس السكندري اللي بتمر على ملعب الجيش بمدينة الأسكندرية، فريق جيد جدا مواليد 2007، جميع المراكز جيدة بالنسبة للاعبين. ده فريق نادي أصحاب الجياد، المباراة التي أقيمت أول أمس وتمكن فوز نادي أو تمكن نادي المكس بفوزه على نادي أصحاب الجياد بثلاثية نظيفة. طبعا المستشار محمود عبد المجيد والكابتن زيدان والكابتن هاني السودان والكابتن محمد فوزي، نجوم كبار طبعا في مباريات قدامى اللاعبين. كابتن محمد، بالنسبه لبطوله الدوري منطقه الاسكندريه، انت شايفها ازاي؟ بطوله قويه؟ هي طبعا فيها فرق على اعلى مستوى زي ما قلت لحضرتك، فيها الاتحاد، فيها سبورتنج، فيها ابو قير. تمام. السنه اللي فاتت اخد الدوري. يعني انت جاهز ان شاء الله باذن الله؟ لا كابتن ان شاء الله كابتن، وزي ما قلت لحضرتك الفرقه دي ان شاء الله هناخدوا بيها مركز اول ان شاء الله. ان شاء الله. معنا الكابتن احمد شعبان المدير الفني لدوره البراعم الموهوبين، ان شاء الله اللي هتبدا يوم الجمعه القادم باذن الله. كابتن احمد اخبارك؟ الحمد لله يا كابتن احمد، مساء الفل. مساء النور حبيبي، اخبارك ايه يا كابتن احمد؟ الحمد لله تمام، ازي حضرتك؟ منور دايما كده قناه الصحه والجمال وبرنامج ملعب بلدنا. حبيبي يا كابتن احمد. كابتن احمد، ادينا نبذه قصيره كده عن طبعا دوري البراعم المستحدث للموهوبين. طبعا يا كابتن، هو دوري مصغر كده في ظل جائحه كورونا طبعا اللي بنمر بيها البلاد، احنا عاملين دوري محترم، في دوري هيبدا ان شاء الله الجمعه الجايه. تمام. دوري براعم مصر للموهوبين. طبعا الدوره ده عباره عن 15 فريق مواليد 2007، 15 فريق مواليد 2009 البراعم. تمام. هنلعب الماتشات بتاعتنا بنظام الدوري، طبعا ثلاث نقط المكسب، نقطه التعادل، وان شاء الله باذن الله تكون بطوله كويسه، ان شاء الله باذن الله مشاركه انديه كبيره، ان شاء الله انديه محترمه ان شاء الله باذن الله. وفي مقدمتهم نادي الزرع ان شاء الله باذن الله، اللي هيكون المباراه الافتتاحيه بين نادي الزرع ونادي الخالدين. معايا طبعا كباتن محترمه، كباتن كبار الكابتن محمود البنا والكابتن ممدوح. كباتن كبار ان شاء الله باذن الله، ويكون بطوله جميله ان شاء الله، هتبدا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله الساعه 1 ظهرا على ملاعب المستقبل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن احمد. طبعا هذه الدوره طبعا دوره وديه كابتن احمد. تمام يا كابتن احمد. تمام يا كابتن احمد، دوره وديه للانديه اللي هي ما اشتركتش في الاتحاد، الاكاديميات اللي هي المرخصه المشهره، ان شاء الله باذن الله يكون في احتكاك قوي بين اللعيبه وبعضها، بين المدربين وبعض، تعرف على بعض كلنا، يكون دوره جميله ان شاء الله باذن الله، مجمعه للانديه واللعيبه المحترمه، اللعيبه الكويسه تشارك فيها ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن احمد شعبان المدير الفني
السابق لنادي وادي دجلة برعم. كابتن محمد، قبل ما اختم معاك عايز اتكلم عن الوضع الحالي لمنطقة الاسكندرية بالنسبة لدوري، دوري قوي، دوري جيد طبعا، منظمين دوري وبطولة مستحدثة اللي هي بطولة كأس الفرع، دي برضو حاجة جيدة بالنسبة لمنطقة الاسكندرية، والأندية بترغب للشغف في دوري الكأس. أو وبالعلم يا جماعة يعني في مشكلة برضو قائمة، هي مش مشكلة، هي حاجة جيدة جدا جدا وحاجة مميزة جدا، ولكن الأندية تعبت، الأندية طبعا المصاريف الباهظة تمام، والإمكانيات والموارد طبعا قليلة في ظل جائحة الكورونا، عربية الإسعاف لازم لم تبدأ أي مباراة إلا بعربية الإسعاف. طبعا منطقة اسكندرية مشكورة بتساعد الأندية، خلاص ما في عارفين وضعهم المالي شكله إيه، وبدأت المباراة بدون عربة إسعاف لجميع مسابقات الناشئين بالنسبة لمنطقة الأسكندرية. أما منطقة القاهرة لابد من وجود عربية إسعاف، قرار يحترم وقرار صائب وقرار جيد، ولكن الميزانية لا تسمح للأندية، فبذلك في انسحابات هتحصل وحصلت قبل كده، منها قسم ثالث وقسم رابع جاي، والمسابقات الناشئين ومسابقات البراعم. الأندية مفيش مورد، من خلال الرسائل اللي جات لنا على صفحة البرنامج مفيش مورد، وكده شكل المسابقة هيبقى ضعيف جدا جدا من كتر الانسحابات. طبعا الفرقة انسحبت وده انسحبت، الدوري مش هيبقى قوي، الدوري ضعيف، يبقى شكرا هذا الموسم بالنسبة لدوري الناشئين. ولكن الاتحاد المصري المفروض أو وزارة الشباب تتحمل نفقة عربة الإسعاف بالنسبة لمباريات الناشئين وليست الأندية. كابتن محمد، ختاما حابب توجه شكر لمين بالنسبة، شكر خاص في هذا المجال؟ والله كابتن، هو شكر خاص للكابتن شيف عبد الله، لان هو بعد ربنا الفضل عليا تمام، الشخصيه المحترمه كابتن شيف عبد الله طبعا ابن النادي الاولمبي، والدكتور طه الطبيب بتاع نادي الزمالك، لان ده برده كان ليه الفضل برده عليا من بعد نادي الزمالك ان انا اخش فتره التدريب وكده. وطبعا شكر بقى، شكر خاص خارج المجال الرياضي بقى، والدي ووالدتي طبعا، لان هم طبعا هم اللي كان قبل ما اخش مجال التدريب ده كان في مجال الكوره معايا على طول وكده، والحمد لله يعني. الحمد لله، شكرا جزيلا كابتن محمد طبعا على هذه وجودك معنا. طبعا في ختام هذه الفقره بوجه الشكر للكابتن محمد ادري المدير الفني لمواليد 2007 بنادي المكس السكندري. هنطلع للتقرير من طبعا حاجه جديده، هي مش رياضيه ولكن حاجه لفته طيبه من الدكتور صلاح دحريج طبعا مدير الإدارة التعليمية الأزهرية بمدينة كفر الدوار. طبعا حاجة جيدة وحاجة مفرحة طبعا، تعليم الكبار محو الأمية وحصولهم على الشهادات، طبعا لفتة طيبة، قلنا هنعملوا هذا التقرير ونزعوه في برنامج ملاعب بلدنا. هنطلع لهذا التقرير ونستقبل في آخر فقرة، فقرة مواهب على الطريق.